عشر مرات ضعف. وين؟ ترى اشياء عشر مرات يعني مختم. وين بالضبط؟ طخيت لايك. اتوقع كان في سلاح اخر بس ما ادري غلطان. صحيح؟ شنو صحيح؟ طخيت لو حطيت ما اتذكر. عاش منذر. اصبر. جي 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 جي. دقناهم. اللي بعده كل هذا اللعب بوت. استغفر الله. بس خليني ابدل هذا. حاط بوت. هي حاط بوت. اه بلعنه. واحد وراك. ايه حاط بوت. هي حاط. ما ادري احس معدل على الاعدادات. شو اسمه شكله منذر معدل على الاعدادات اعدادات اللعبه. لا مو هذه. هذه مو نفس الاعدادات اللي كانت موجوده. منين 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 شاف؟ تشوفون هذا ولا لا؟ تبغى سنايبر ترى صانع سنايبر. شلون يعني؟ هذا سلاح توقع. هذا واحد نوك. اه ما مات. ليش؟ جي جي. انا انصدق قلت تموت بمليون. انصدق ترى كادر. هاي الفرشه من ضمن الفصل. ها والمصورين احنا فصلنا على البث المباشر. لا لا على البث المباشر شباب. يحضروا 10,000 شخص. شاهد الفصل الفلاني من عشيرة آل فلان لعشيرة آل بفلان. وتصير عركة بالبث المباشر. هذا يسب على ذاك وذاك يسب على هذا. أنا حدي مليارين. يلا بيها الخير. بلغ عليه. على منو؟ على منو مبلغ؟ لك يا عيني. فنش. منو اللي وراه؟ وين هذا؟ منو اللي وقع؟ ابلع. طيب ما تحط لينك الكيك في اليوتيوب وخلي اللي في اليوتيوب هنا يتابعوك واللي هناك يتابعونه. هو بالضبط يا ريت اللي موجود باليوتيوب يتابعنا بالكيك واللي موجود بالكيك يحط لنا فول على اليوتيوب لا ينسى. هو اثنين. ما يضرب السلاح ما يضرب. واحد نوك. وين وين ما اشوف. هو هذا ما اقدر اعالج نفسي. واحد فنش. شنو الحل؟ وين هو؟ بنتنا. لا حرام والله يا بالارض ما تك لسه ما مات. هذا اطول من حياتي. لا هذا سكن مو شو اسمه. حرامات والله. عالج نفسك. ما كان عندي طريقه اني اعالج نفسي. اتوقع يوتيوب همين راح ننزل. حسدنا. اي والله ما صح الاخبار. شو ستريم سنايب هذا باكم. والله الحمد لله تمام. نسال عنك انت اخبارك شلونك. صار ما اقدر اركز وافكر بنفس الوقت مو مثل قبل. صاير استحقات هوايه بالموضوع. هاي شنو هاي؟ شبعنا كتل. منذر ليش لاعب بالاعدادات منذر؟ ضبطها انت يا اخي. ما كل ما ضبطها ترجع تخرب. ما عرفنا شو نسوي. وينكم موجودين انت وينك؟ جي جي والله. جي جي يا صديقي للاسف. ليش ما يموت؟ هالدرجه واصلين. يا حكومكم انتخاب لو حكومكم شو اسمه؟ هذا اللاخ الثاني دكتاتور يحكمكم. انتخاب لو دكتاتور بلعنه. شو اسمه؟ ناخذ سلاح. حطوا لهم روابط. اللي مو متابع ايش تستفاد لما تشحن للمشاهد؟ اول شيء استفاد انه المشاهد راح يتابع البث اكثر، راح يحب البث وراح يستمتع. واذا المشاهد استمتع فانا مستفاد انه انا ايضا راح استمتع يعني. بلعنه. هذا اول شيء. ترى عندنا سيرفر بالديسكورد يعني ندردش بيه ونحكي بيه ويا المتابعين دائما. لا شكلك ما بتعرف تلعب. قصدك فري فاير مو محترف بيها. فري فاير مو محترف بيها صراحه. دقيقه حسب المهمه يعني. حسب المهمه يعني. الاعدادات يا منذر ماني قادر احرك. انت ظاهر نيتش مو صافية. دقيقة مو كلها منورة بيك. عاش فزنا.